كربه اخذ الخبر اخذ الخبر من كربلاء من كربلاء صوتك صوتك بعد روحي اخذ خادم 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 ممنون خادم غادي تخيب كربلاء عن يوم به الطاف تعلى اسمه سما بموقف لابو الاكبر روت تربته بدمه قراري قسم بالمن حرير اسمه وشافي الثورة تطلب حتى ليرضع قدمه راح الشامل وانطط فيل راح الشمل يبارك الله وانطط وراحت سبايا العائلة وراحت سبايا العائلة من كربلاء من كربلاء اخذ من كربلاء من كربلاء صوتك صوتك بعد روحي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله جيتك حبيبي من الإمارات والله نعم كم سنة تمشي والله احنا يعني كنا نتمنى انه نشارك هذا نشارك ابا عبد الله بهذه المصيبة ونشارك الحجة عجل الله فرج اسمه والله والحمد لله الله قسم لنا هذه السنة ان نمشي ويا هالجموع الغفيرة والحمد لله اول سنة انها وحدك انت وعائلتك لا عائلتي وياي اخوي وياي السلام عليكم الله يخليك طلب امام الحسين والله يفرج عن العراق جميعا ويسر امرنا ويرزقنا ويحقق جميع امنياتنا ان شاء الله ان شاء الله ينصر شيعة علي وينصر شيعة الحسين وكل من يدي اذيهم والله يوفقكم ان شاء الله شكرا وبقت لحسين عين الدين تهيل دمعت همش بوحة ضحى العمر شبل الطهور ضحى العمر شبل الطهور شبل حارس الدين وكافي لم عن كرب من كربلاء من ك اخذ الخبر من كربلاء اخذ الخبر من كربلاء تقيل لك كربلاء ليخدم اسمع هذا الحكي زين تقيل لك كربلاء ليخدم هذا المال بريح الرسل قدم للعمر وخلص راعية نذر نفسه وهين يا ليل أخذ عبري من عندي وفهم درسي كل خادم إلى تقدير وأهل المعرفة تقدم كل خادم جيتك يا ابو الله كم يوم بالطريق ثلاث ايام
خدمات بالطريق من ناحيه خدمات الحسينيه وخدمات الحكوميه شلونها؟ والله الحمد لله كل شيء متوفر بالطريق، ما احتاجنا اي شيء. هاي السنه تحس هاي السنه تختلف عن باقي السنين ما هسه؟ والله هواي زوار اكثر وخدمات اكثر والحمد لله ان شاء الله، بس الطريق امين ان شاء الله ما في شيء. ماذا تقول الذي حاربنا شعار الحسين؟ والله ذول خسرين دنيا واخره، ما يربحون شيء مهما كان، ما يقبلون زياره الحسين. قبل الاف السنين قاعد تمشي الناس مواقف شلونها توزيعها اشوف خدماتها. والله خدمه متوفره والحمد لله والشكر، كل شيء متوفر والله ما يحتاج شيء زار، والناس طيبه وما مقصرين وانا باي شيء. وحدك تمشي مو؟ لا والله ويا جماعه بس قدامي. صار لك كم سنه تمشي؟ صارنا والله 7 سنوات. امنياتك اللي طالبها امام الحسين؟ والله كل شيء طلبناه تحقق. اسعل دفتري الخدمه واسمك فاطمه تسجله. لا يقولوا لي احسنت، لا يقولوا لي بارك الله فيك، الزهره سجل اسمك كافي عليها. وبكم جميعا نسال الله القبول. اسم الدفتر الخدمه، اسعى الدفتر الخدمه واسمك فاطمه تسجله. سفينه حزين للشيعه ويا مركب نجا مثله، شفيعي الخادم المظلوم ويوم المحشر كفله. الخدمة الكيل بارك الله بيك، اسمع هذا الحكي شوية. الخدمة الكيل بشر ذلة، اي والله ذلة بس للحسين. الخدمة الكيل بشر ذلة بس لابني النبي تحلى، اي والله بس لابني النبي تحلى. الخادم يحس عزة نفس، الخادم يحس عزة نفس بخدمة شيبل عقد الويل. بن كربلاء حجي من وين جاي؟ من القرنة. كم يوم صار لك بالطريق؟ 6 أيام. شلون شفت السنة الماضية عن السنة اللي يعني فرق هواي بالخدمات بالأمن بكل النواحي. حجي ماذا تقول للذين يحاولون منع هذه الشعار؟ ما يهم، ما يمنعونا، ايش ما يجود انه احنا نجود اكثر، كنا ندعمنا الله يكون يحفظ العراق والخدمه هاي الذي تخدمها سايب الشارع. حجي شنو تقول لاهل المواكب؟ اتمنى لهم الخير ان شاء الله بعد زياده اكثر ان شاء الله. اشكرك اشكرك. عني الخيد موي المنبر، اي والله كل منبر الى تاريخ. عني الخيد موي المنبر يعرض لك صور واسماء، ويكل دورتي تكرر تذكرهم تظل أجيال، واسمهم يبقى للمحشر. اش كثر صدحت حناجرهم بالطفوي بصحن حيدر. شقرون شقرون كانوا تدرون زينب يا غريبة. هلا هلا وجه هلا هلا
وجهك يا زينب مذبوح خوش حسين والجثة سليم. الله الله هلا هلا. اي اي اوجع اوجع. السلام عليكم يا شباب. مدمعي صب وبرضي الغرب مدمعي صب والمنبر تحير سهل من كربلاء من كربلاء اخذ الخبر من كربلاء. بارك الله بكم، الله يتقبل اعمالكم بحق الحسين. بس ايه ايه بس عد هلا هلا بس عشيان اللي يسمع لعزة لا عباس يرد وهبي ولا حسين ليسمع بس عدواني والخليجتنا والخليجتنا وهالحراير خدام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. من جيتك؟ والله جاي نحن من محافظة كركوك قضاء طول ناحية تامرلي. صار لكم كم يوم بالطريق؟ والله صارنا تقريبا يومين. يومين بالطريق. خدمات الحسينية وخدمات الحكومية تختلف عن باقي الزين، أما هاي السنة متوفرة أحسن. لا والله إن شاء الله أحسن، بعد أحسن تصير إن شاء الله. عرفكم شيء بالطريق؟ والله إن شاء الله ماك شيء. زود أهل البيت إن شاء الله ماك شيء. وجوه الطيبين إن شاء الله موجودون ماك شيء إن شاء الله. إن شاء الله إحنا كلنا عراقيين سوا، ما عندنا فرق بين السنة وبين الشيعة وذاك. إن شاء الله كلنا عايشين سوا أخوة إن شاء الله. إحنا شيعة تركمان من أطوس خرماتو جايين لأحياء مراسم أربعينة إمام حسين عليه السلام من محافظة كرقاد من إن شاء الله. نسأل الله العلي القدرين الغامر إن شاء الله جميع المسلمين إن شاء الله بالخير والسلام إن شاء الله. ماذا تقول الذي حاربون شعار الحسين؟ والله يعني ما أشعر يعني شيء عن الشعور بزيارة الحسين، يعني لو نجزعف على الحسين هم كذب حق الحسين لأن فدانا بطفلة. اللي حارب واللي حاربون شعار الحسين؟ والله اللي حاربون إن شاء الله هم الخسرانون إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إحنا نصير شوكة في أعداء إن شاء الله للبيت في الدنيا والآخرة إن شاء الله. وحدك جاي؟ جماعتك وياك؟ لا والله إحنا يعني جاي موكب، موكب مع محمد باقر عليه السلام، موكب جايين باسم الموكب وأنا الرادود موكب إن شاء الله علي أحمد رضا. أمنياتك اللي طالبها إمام الحسين أنت ما شلت؟ والله أمنيات إمام الحسين شاف الصحة والأمان إن شاء الله علينا وعلى جميع المسلمين والشيعة تمر خاص إن شاء الله. لحشين اللي يسمع العتابي آني وين إخواني استمر على راسي اعيد ممنون ممنون انا اعيد الخليجتنا والحراير خدام جنها قيضت ذيتي البدور التزهار وانا صلاحة ذيك البدور التجار واني الانصار البلشيدة يتحضر جسام وانا
وابن عم الأكبر جسام وين طاح الأكبر ما سمعوني ما خلوني ما سمعوني اتحير وحدي وبمصابي لا تابي و هلا بيكم هلا اي والله اريد من المستمع عم يشارك بجواب تدري الثواب ايش قد لو تعرف الاجر بلسانك لو تنطق وين اخويتي نم البنين الحرة وين اخويتي نم البنين الحرة وين اخويتي من ام البنين الحرة والجان يسمهم كل حزين يسر والجان يسمهم كل حزين يسر والجان يسمهم كل حزين يسر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من جيتك؟ من البحرين والله مشي والله جايين بالطيارة عن طريق دبي وصلنا للنجف وإن شاء الله كان رايحين مشي لكربلة لغرض شنو جيتك؟ والله جايين والله زيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه قلبنا كلنا والله ملهوفين حق زيارة الإمام الحسين والله طالبها وانت جاي والله امنياتي والله ان اول شيء نتمنى حق الشعب البحريني ان شاء الله انه يكون بخير وسلامه نتمنى انه يكون يعني ينتصرون باذن الله ان شاء الله والله يعطينا مرادنا يعني بحق ابي عبد الله الحسين يعني والله الحمد لله تسهيلات من السفاره العراقيه في البحرين ما شاء الله ما قصروا ويانا يعني التسهيلات عطت جميع مواطنين البحرينيين اللي كل حاب يجي للعراق ما شاء الله يعني سهلوا عليهم في كل شيء يعني وحدك جاي اما جاي والله الحمد لله لا انا جاي وحدي وما قصروا مثل ما قلت لك السفاره العراقيه اعطتنا الفيزا واعطتنا كل شيء وتيسرت امورنا يعني ما شاء الله يعني حملات هالسنه بحرينيين الدنيا يات ما شاء الله هنا يعني للعراق يعني صار لك كم سنه تجي والله احنا الحمد لله ثالث سنه اكون متواجد يعني ثالث سنه اكون كل سنه اكون يا بالعشره او اكون بالاربعين متواجد يعني لازم يعني نكون ان شاء الله الله يسلمك ان شاء الله ومتوافقين ومشكورين وعلى اذاعتكم الحلوه يعني الله يسلمكم ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا لك توصلون بالسلامة النظر الي لا اريد بس الجواب ايدك ايدك يا عب لا عباس لا وين التومر وين القمر وين التكفل ضعني وين القمر وين التكفل ضعني وين القمر وين التكفل ضعني وانا القوم وانا التكب الظاني وانا القوم وانا التكب الظاني
عد من بعد عين القمر ودعني، عد من بعد عين القمر ودعني، مو طبعه ناديته ما يسمعني. اخوي اخوي شرازي عند ابو الحسن علي بن ابي طالب، مو طبعه ناديته ما يسمعني، بعد الشمر يتجاسر ويدفعني، عقب الشمر يتجاسر ويدفعني. السلام عليكم حاج. عليكم السلام ورحمه الله. حجي من جاي؟ انا من عباد. انا صار لك كم يوم بالطريق؟ حوالي يسوي هسه 3-4 ايام، ولكن كنا يعني من ثالث صفر كنا سنة بالحرمين. ليش؟ هناك انا راجو حسيني خادم الحسين الى سيد سامي، موكب سيد سامي مع البصره. انا هناك كل سنه اروح انوح عندهم. اي اي نعم انوح عندهم هناك، ولكن هسه شي شوي الجزرنا مات شوي تاخرت. هسه قدرت اوصل روح بهال. عرضوك بالطريق شيء؟ لا ما حد عرض الحمد لله، شو من غدرت الله وغدرت الحسين بساحه ميت مستقيم ميت. طريق شلون؟ طريقهم حلو الحمد لله، وشي ايرانهم حلو وعبادانهم حلو، كل شيء ماكو بي. دلوني دلوني يا ناس دلوني، دلوني دلوني يا ناس دلوني، زينب وريد المشريعة يا ناس دلوني، دلوني دلوني يا ناس دلوني، زينب وريد المشريعة يا ناس دلوني، دلوني دلوني يا ناس دلوني، زينب وريد المشريعة يا ناس دلوني. أنا لعبت للعلقومي بدر التام والهم سيفاني، حيا علي العلقومي شلون سهام طقني وعيماني، بعيوني بعيوني وما اشوف بعيوني، عدكم خبر شمضيعة يا ناس دلوني، دلوني دلوني يا ناس دلوني، زينب وريد المشريعة يا ناس دلوني. مرة ومرة إلي عتبة ويا العباس، مرة مرة ليدرب حالتي وشلون، مرة نخيت أنا بيران ونخيت لابد يوم أزورة، وبعد مرة مرة لريد الشفا منه وهاي. مشاية مشاية يا ناس مشاية، مشاية مشاية يا ناس مشاية، عدكم خبر ويا هالناس لحسين مشاية. عد من عقب عين القمر ودعني، مو طبع لون ديت ما يسمعني، يرضى الشمر يتجاسر ويدفعني، يرضى الشمر يتجاسر ويدفعني، بعد الوالي صار الشعر بحالة، عالشاطئ ظل عيني ترابي، عالشاطئ عيني جاوب، عالشاطئ عالشاطئ ظل عيني ترابي، ولا حسين اللي
ما على عتابي. كرر كرر. ايه شراعت عني وجري العبرة للمصرع عني وجري العبرة والشفتة ما صار على واحد وجرة والشفتة ما صار على واحد وجرة للمصرع تعنيت وجر العبرة والشفتة ما صار على واحد وجرة والشفتة ما صار على واحد وجرة جذام أخوي شمر حز بن عرة جذامي أخوي شمر حز بن عرة اذبحني قتلة وخلي كبد الزهرة اذبحني قلة وخلي كبد الزهرة ما رعاني ولا خلاني ما رعاني أمرعني ما را أتوادع ويتال أحبابي أتوادع ويتال هول حسين اليسر العالم الإسلام والإمام الحج المنتظر أجل الله فرجه بهذا المصاب الأليم وإحنا إن شاء الله نكون يعني مثل ما نقول عوانة أو معاونين للسيدة زينب سلام الله عليها بهذا المصاب الجلل وإن شاء الله إن شاء الله نسجل بسجل المعزين عند فاطمة الزهراء عليه السلام وإن شاء الله نكون من أنصار الحسين إن شاء الله. للمصرع تعنيت أجري العبر الشفتة والشفتة ما صار على واحد وجرة للمصرع تعنيت أجري العبر زينب يا زينب يا مظلومة للمصرع تعنيت واجري العبرة والشفتة ما صار على واحد وجرة والشفتة ما صار على واحد وجرة جدام أخويا شمر حز بنحرة اذبحني قتلة وخلي كبد الزهرة اذبحني قلة وعيبة روح الزهرة
اذبحني قتله وخلي روح الزهرة ما راعاني ولا خل هلا هلا ما اتوادع ويتال احبابي ولا حشيان اللي يسكت